أحسن الله إليكم. سائل آخر أرسل بهذا السؤال يقول: إذا أصاب المسلم يوم العيد مثلا مصيبة بموت أب أو أخ، فأيهما يغلب، جانب العزاء أم يقبل العيد؟ وما هي النصيحة لمن أصيب بمصيبة؟ نعم، لا يتعارض المصيبة مع العيد، بل يفرح مع الناس ويظهر الصبر والاحتساب، ولا يحزن الحزن الذي يؤثر عليه أو أشد من ذلك، يحصل منه نياحة أو يقيم حفلة للعزاء، هذا كله لا يجوز، هذه بدعة. عليه بالصبر والاحتساب ويفرح مع الناس بالعيد، والحمد لله هذا يجري على العباد. نعم.